اهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه التغطيه المتواصله مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز، وهنرصد فيها مع حضراتكم تطورات الاحداث في قطاع غزه وايضا الدور المصري الداعم للقضيه الفلسطينيه. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، والتي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك العمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية. ومن المقرر أن يستعرض الرئيس خلال هذه القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، هذا إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور معنا إلى هذه التغطية. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني قمة ثلاثية هامة تأتي في ظل طبعا الأوضاع التي تشهدها أو يشهدها قطاع غزة، وأيضا في ظل وجود وزيارات متتالية لمسؤولين أوروبيين وغرب للمنطقة، ويمكن نتحدث عن وجود رئيس وزير الخارجية الأمريكية في المنطقة، وبالأمس كانت هناك وزيرة الخارجية الألمانية أيضا، والتي تحدثت بشكل واضح وصريح عن فكرة رفضها للتهجير وعدد من الآراء الأخرى التي تغيرت بشكل كبير. كيف تقيم هذه القمة في ظل هذا الزخم الكبير من قبل كل الأطراف المعنية سواء الدولية أو العربية في هذه القضية؟ الحقيقة القمة دي كانت مطلوبة انعقادها بعد زيارة أنتوني بلينكن، لأن القمة دي بمثابة تشكيل تكتل شرق أوسطي أوروبي بدعم أمريكي، بمعنى أن التكتل دلوقتي أو القمة دي اللي هتتعمل هي هتشكل نوع من التكتل اللي هيجابه الاهداف الاسرائيليه من جرائم الاباده الجماعيه اللي بتعملها في غزه، وده الحقيقه استثمار للخلاف الحالي ما بين اداره جو بايدن وبنيامين نتنياهو، واللي اعرب عنه توجهات بلينكن من رفضه للتهجير لمجرد ان في قلق من اتساع رقعه الصراع عشان يجنب اسرائيل الدخول في حرب على جبهات متعدده خاصه حزب الله. نعم. وبالتالي انا هنا عندي القمه متناوله للدولتين المدورتين لفلسطين والدولتين المهددين من سيناريو التهجير اللي بيحصل او سيناريو الجرائم الاباده الجماعيه. عشان اوضح اكتر يا فندم، قطاع غزه السيناريو اللي بيحصل عليه من سياسه الارض المحروقه وصنع الياس بتاع الفلسطينيين هيبقى كوبي بيست، هو اللي هيحصل في الضفه الغربيه، لان الضفه الغربيه مساحتها مساحه مشتركه 97 كيلو تقريبا مع الاردن بنفس الخاصيه اللي موجوده لقطاع غزه مع مصر. وبالتالي الحلم الاستيطاني، عشان نكون يعني بنتكلم بمنتهى الامانه، الفكر الصهيوني نفسه قايم على نجاح تحقيق حلم الدوله العبريه قايم بالاساس من التهجير. وبالتالي المساله هم ليهم مسلسل تهجير ممنهج، اداه تحقيق المسلسل ده هي القتل والعنف. عشان كده الدول المجاوره اللي هي خاصه مصر والاردن لما يتعمل قمه بعد زياره وزير الخارجيه الامريكي، ده يعتبر تنسيق مصري اردني مع الولايات المتحده الامريكيه. وبالمناسبه وجود وزير خارجيه المانيا ده يعني كان يسبقه وجود رئيسه مفوضيه الاتحاد الاوروبي ولقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان التاكيد. ويمكن بعدها موقف الاتحاد الاوروبي اعرب عن عدم
تهجير الفلسطينيين، لان هو اللي هيدفع الثمن. بمعنى ايه؟ ان انا عندي لو مصر والاردن هم اعلنوا عن موقفهم ان هم ضد التصويت القضائي. نعم. طب انا دلوقتي كمواطن فلسطيني بتعرض للقصف والقتل والجرائم الاباده، لازم طبيعي ان هيبقى عندي سعي للدفاع عن حياتي. الدفاع عن حياتي هنا مش هيجي الا من خلال الهجره غير المشروعه، وبالتالي هروح فين؟ هروح لاوروبا. ده في حد ذاته تهديد للامن الاوروبي، لان هو بيغير التركيبه الديموغرافيه للمجتمع السكاني في اوروبا، هيخلي المكون العربي والاسلامي له غالبيه هناك، وده الامن الاوروبي نفسه حذر جدا منه. عشان كده الاتحاد الاوروبي حاليا بيتحرك مع مصر والاردن، وبدات الولايات المتحده الامريكيه، بس هي الولايات المتحده الامريكيه بتتحرك من منظور اخر، يعني منظور امني بحت. نعم، ولكن يعني حضرتك تحدثت عن فكره ان هذا التكتل ربما سيخلق رؤيه جديده، ولكن هل فقط الأطراف المعنية بهذه القضية هي مصر فقط والأردن وهم القادرون فقط على تشكيل هذا التكتل بجانب الولايات المتحدة لوقف إسرائيل أو إقناع إسرائيل بالتوقف عن أعمالها أو هجومها الغاشم على قطاع غزة؟ لا يا فندم، بص أنا يعني عشان أكون أكثر صراحة مع حضرتك، هو طبعا مصر والأردن هم بيكشفوا تداعيات الوضع الحالي ومستقبل التداعيات دي على المنطقة برمتها، في ظل وجود أكثر من دولة بتعاني من صراعات في منطقة الشرق الأوسط، الإقليم أساسا مهيئ للتفجر. لكن لو هنتكلم على وقف إسرائيل، لا، الدولة الوحيدة في العالم اللي تقدر توقف تخلي إسرائيل تتوقف عن القتال هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لأن هي الوحيدة اللي تقدر تفرض عليها. طب هل مصر والأردن يقدروا يفرضوا ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا المسألة إن مصر والأردن ده يعني بذرة لتكتل إقليمي. بمعنى إيه؟ إن وجود الاتحاد الأوروبي هيرجح كفة مصر والأردن، لأن الاتحاد الأوروبي يقدر يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إن الاتحاد الأوروبي خدم الولايات المتحدة الأمريكية في دعم أوكرانيا بالمال والسلاح محاولة لوقف التمدد الروسي. ايوه، ولكن الاتحاد الاوروبي حضرتك بتعني بيه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اللي من ضمنهم دول بتشارك على ارض الواقع في الحرب على ارض غزه، وما زالت جنودها وقواتها وعتادها موجودين في ارض غزه. بص حضرتك، هو المساله هنا ان المشاركه في القوات حاجه والتداعيات الوضع حاجه ثانيه. بمعنى ايه؟ ان الولايات المتحده الامريكيه ما في بدايه الازمه اعلنت عن دعمها غير المشروط لاسرائيل. النهارده وزير خارجيه الولايات المتحده ضد الاستمرار في الحرب. تمام. وبالتالي لان التداعيات نفسها السياسات بتختلف باختلاف التداعيات، يعني بمعنى ان انا ممكن ادخل في حرب بحسابات معينه، لكن النتائج هنا تجبرني او تقودني لتغيير المسلسل او تغيير سياستي في الحرب. وهو ده اللي دلوقتي وزير خارجيه الولايات المتحده بيتكلم عنه، يعني اتساع رقعه الصراع نفسها وفتح عده جبهات، سواء حزب الله من جهه او الحوثيين، او ممكن يطلع لاي تنظيمات اخرى واخده دعم غير مباشر من دول يعني غير مذكور اسمها، وبالتالي ده كل ده هيفتح جبهات كتيره جدا. ما هو ده فتح بالفعل جبهات في اليمن او مع الحوثيين. بالظبط، عشان كده اسرائيل هنا هتدفع الثمن ليه؟ لان المجتمع نفسه هيشعر بعدم الاستقرار، وده فعلا اللي بدا من يومين. لسه مراكز الابحاث التابعه لمجلس الامن القومي الاسرائيلي بتتكلم عن فرص الشباب اللي بقى بيهاجر للعماله خارج اسرائيل هروبا من التجنيد الاجباري في الجيش الاسرائيلي. ده حد ذاته بيخسر اسرائيل. نعم، يعني حضرتك تحدثت عن فكرة أن القمة التي ستعقد اليوم يعني طبعا هيتم فيها طرح الرؤى المصرية والأردنية أيضا بالطبع والفلسطينية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وكلها نقاط معلومة وليست جديدة، وليست جديدة سواء على الغرب أو المجتمع الأوروبي أو المسؤولين الأوروبيين أو حتى الإدارة الأمريكية. فاليوم بعد زيارة الرئيس وزير الخارجية الأمريكي مع إسرائيل مع القيادات الإسرائيلية، ثم بعدها يلتقي بالقيادات العربية، ما هو الجديد الذي سيحمله وزير الخارجية الأمريكي للجانب المصري والأردني والفلسطيني؟ ده حقيقة جدا، ده سؤال مهم جدا. ليه بقى؟ لأن المهم في القمة دي هو بحث مستقبل السلطة السياسية في فلسطين. بمعنى ايه يا فندم؟ حتة بقى ان يبقى عندي فتح من ناحية وحماس من ناحية تانية، ده ما ينفعش، لأن أنا هنا بعمل مبدأ فرق تسد اللي بتستفيد منه إسرائيل. وبالتالي حماس لازم تتحمل مسؤوليتها عن اللي حصل، لأن هي ما قدرتش تحمي أكثر من 20,000 واحد اتقتل. عشان كده الخروج الآمن للوضع الحالي بما يحقق متطلبات الأمن القومي المصري والأمن القومي الأردني وبما يحفظ ماء الوجه للحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية هي إعادة تشكيل السلطة في فلسطين. بمعنى يا فندم، بنيامين نتنياهو
وجود حماس في السلطه هو بيشكل له فشل سياسي امام المجتمع الاسرائيلي. طب انا عايز اوقف الضربات دي. وبالمناسبه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن تفصيل القضيه معنا هنا بتاعها ما بين السطور ان حماس بالنسبه لاسرائيل مش هدف، هي مبرر لاستمرار جرائمها. طب انا دلوقتي لو اتعملت القمه دي وخرجت بمقترح ان مش هيبقى في حماس السلطه، هيبقى في سلطه موحده بتعكس الشعب الفلسطيني، السلطه دي تمتثل في جهه معينه اللي سواء للضفه او لقطاع غزه، يعني ما فيش حماس تاني. هنا احنا هنرجع لدائره مفرغه، هل حماس بعد ما قامت بها على مدار هذه الفتره من عمليات واصبحت كارت فاعل في هذه المعادله، هل ستقبل بعد كل هذه السنوات وكل ما قامت بها على مدار الفتره السابقه انها تختفي وتتلاشى من المشهد السياسي الفلسطيني؟ طب ما هو هيبقى بالنسبه لحماس هيبقى ايه الحل؟ لان هيبقى بالنسبه لي انا زي ما بيحصل في اوكرانيا بالضبط. المساله هنا ان انا بتفاوض مع الطرف اللي معاه القوه عشان اخرج بسيناريو اقل، لان لو فضل الوضع مستمر على كده ما هو اسرائيل هتكثف عملياتها. انا هنا بتعامل مع حماس على انها حجه اسرائيل بتوظفها لصالح المبرر اللي هي بتبرره لممارسه عمليات الاباده الجماعيه. انا عايز دلوقتي اشكل سلطه جديده يعني يبقى ليها ارضيه وفي نفس الوقت اقدر اخش بيها طاوله المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، لكن لو هبقى على حماس وتفضل موجوده زي ما هي وهو الطرف الاخر بيستفيد فين؟ ده معناه ان حضرتك بتتوقع ان من خلال لقاء ما بين وزير الخارجيه الامريكي ورئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس انه سيتم اقناعه بالتشاور مع حماس والوصول الى تسويه من خلالها يتم تشكيل حكومه معترف بها تقدر ان اسرائيل تتحاور معاها او تتشاور معاها؟ بالظبط واعتقد ده السيناريو ده هيبقى مقبول لكل الاطراف. طيب الحاجة الثانية حضرتك تحدثت أو يتم الحديث عن فترة ما بعد الحرب، يعني احنا بنتحدث عن أو حضرتك تتفق معايا ان احنا بنتحدث عن خطوة بدري عليها جدا ان احنا يمكن نتحدث عنها، خاصة ان احنا نتحدث عن إبادة وانهيار كامل للبنى التحتية في قطاع غزة، يعني نقدر نقول ان مش هيكون في حاجة اسمها غزة أو دولة يمكن إقامة أو العيش فيها بعد ما حدث فيها على مدار 96 يوم اللي فاتوا. لا هو ممكن يعني لو حصل هنا اشتراك في إعادة الإعمار ما بين أكثر من دولة، يعني هو الموضوع طبعا هياخد وقت شوية، لكن ده لو حصل هو المشكلة يا فندم إن احنا نوصل للمرحلة دي، لأن خلي بال حضرتك ممكن إسرائيل تعرقل ده، لأن إسرائيل ممكن يعني زي ما حضرتك تفضلتي إسرائيل ممكن تبقى عايزة ترفض إن يبقى في وجود سلطة أو تعرقل ده بأي شكل، لأن من مصلحة إسرائيل بقاء حماس. وأنا بقولها بكل وضوح، من مصلحة إسرائيل بقاء حماس في السلطة. تبقى الذريعة ليها لاستمرار عمليتها. طيب اتفضلي. لأن بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل اللي حققته لحد النهارده يعتبر مكاسب مش على المستوى العسكري إنما على المستوى المدني. أولاً سياسة الأرض المحروقة اتعملت، الناس دلوقتي في ناس كتير بتتقتل وناس بيتحط لها عقبات في تلقي الرعاية الصحية وبينتهي بيهم المطاف للقتل برضه أو للموت، وفي ناس بتمشي بتهاجر. وبالتالي هنا انا كفكر صهيوني هدف ان ده يحصل من خلال ان انا بصنع الياس عشان الارض دي تفضل فاضيه، اخش انا اعمل اعاده التطوير ليها وامدد الاستيطان بتاعي، وبالتالي انا كده بحقق اهدافي. طيب صحيح، يعني عودة مرة أخرى للنقطة الخاصة بفكرة الموقف الأمريكي، يعني شاهدنا أو تابعنا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن ضرورة وقف إطلاق النار أو وقف عمليات القتل الإسرائيلية في غزة، ولكن في نفس الوقت يتم استخدام الفيتو في الأمم المتحدة ضد قرار لوقف إطلاق النار. هذا التضارب في المواقف على الرغم من أنه صادر عن جهات مسؤولة من الطرفين. بص يا فندم، اولا الولايات المتحده الامريكيه موقفها ثابت تجاه اسرائيل. بمعنى ايه؟ انا عندي في العلاقات الدوليه ممكن السياسات بتتغير لكن الموقف ثابت، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه داعمه طول الخط الاسرائيلي. كويس ان حضرتك ذكرت الفيتو. الفيتو الولايات المتحده الامريكيه اعتادت على استخدام الفيتو لصالح اسرائيل، يعني عدد مرات استخدام الفيتو في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه من سنه 45 لديسمبر 2023 91 مره، منهم 47 مره لصالح اسرائيل. وبالتالي ما فيش اي قرار يطلع لي يدين اسرائيل الا لما يقابل فيتو امريكي. طيب الخلاف دلوقتي، مش على وقف اطلاق النار بقدر ما هو على تنفيذ الاجنده الامريكيه. الاجنده الامريكيه لاسرائيل، اعضاء الحزب الديمقراطي كانوا اتفقوا مع حكومه بنيامين نتنياهو من حوالي شهر، لكن حكومه بنيامين نتنياهو ما التزمتش. طب ايه الاتفاق ده؟ ان هم يركزوا على العمليات النوعيه لتصفيه قاده حماس. وبالتالي وده يمكن عمليه الاغتيال اللي حصلت في العروري
كانت مجرد من مناوره لاسرائيل بتهدئه الاجواء مع الاداره الامريكيه. لكن المساله هنا ان مع استخدام القتل العشوائي ضد المدنيين واتساع رقعه الصراع، ما هو حزب الله لو دخل في حرب مع اسرائيل، حزب الله له اسلحه وذخيره اقوى من حماس، وبالتالي هيطول العمق الاسرائيلي ودعم ايراني. نعم بالظبط بالظبط. عشان كده هنا في تهديد حقيقي، خاصه التهديد الاقتصادي لاسرائيل. انا عندي 14% من كل الموظفين اللي في اسرائيل بيشتغلوا في قطاع التكنولوجيا الفائقه، والقطاع ده 52% من الاقتصاد الاسرائيلي بيتوقف على تصدير المنتجات دي. طب انا عندي معظم العدد اللي شغالين في القطاع ده دخلوا التجنيد دلوقتي كله لصالح الجيش، وبالتالي في خسائر اخرى، خسائر اقتصاديه غير خسائر طبعا في القوى العامله اللي بيهاجروا دلوقتي من اسرائيل وبيزودوا معدلات الهجره العكسيه. ده في حد ذاته خسائر. الولايات المتحده الامريكيه لها رؤيه بعيده النظر للموضوع ده، عشان كده دلوقتي حصل خلاف ما بين اداره جو بايدن وبنيامين نتنياهو. نعم بالطبع هنتابع طبعا عقب انتهاء هذه القمة اليوم وعقب اللقاءات المستمرة لوزير الخارجية وانهاء جولته الواسعة في منطقة الشرق الأوسط، ما يخرج به أو تخرج به نتائج هذه اللقاءات الكثيرة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. ونظرا للعلاقات الخاصة التي تجمع كل من مصر والأردن وفلسطين، وفي ظل محورية القضية الفلسطينية، فقد تم إنشاء آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لتكثيف الجهود والعمل المشترك نحو حل القضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية. المزيد في العرض التالي والزميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. انطلاقا من عزم مصر والأردن وفلسطين على تفعيل التنسيق والتشاور فيما بينهما، والتزاما من الدول الثلاث بتحقيق السلام خيارا عربيا استراتيجيا، جاء إنشاء آلية التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. وتمثل الآلية الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين منصة مهمة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية، خاصة إزاء القضية الفلسطينية والسعي نحو تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في مارس 2017 انعقدت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بالأردن، وشهدت تباحثا حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على دعم كل من مصر والأردن للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في سبتمبر 2021 بالقاهرة أكدت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذا في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. في يناير 2023 عقدت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بالقاهرة، حيث أكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي أغسطس 2023 استضافت مدينة العالمين قمة ثلاثية أخرى مصرية أردنية فلسطينية، حيث أكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة. في قمة العالمين تم التأكيد كذلك أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، وشددت على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
مشاهدينا، كان هذا استعراضا للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وما تمثله من فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية وكيفية إعادة وضع القضية الفلسطينية على قمة أولويات المجتمع الدولي. شكرا لكم على طيب المتابعة. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا يا دكتور إلى هذه التغطية. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني نتحدث اليوم عن قمة ثلاثية لمصر والأردن وفلسطين، طبعا للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزة والوصول إلى آلية ربما للتأثير على الجانب الأمريكي ليؤثر بدوره على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة. كيف تقيم هذه القمة في هذا التوقيت، وأيضا في ظل الزيارة الهامة أو الجولة الهامة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة؟ طبعا هي قمة مهمة ولقاء مهم ثلاثي بين السيد الرئيس وبين العاهل الأردني وبين الرئيس الفلسطيني، بننظر إليه في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. نعم. سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى العلاقات الثلاثية، بننظر إليه أيضا في إطار دبلوماسية القمة والدبلوماسية الناشطة في مصر في السنوات الأخيرة، أو أيضا ما يطلق عليها الدبلوماسية الرئاسية. نعم. يعني تفضل. بننظر إلى هذا اللقاء الثلاثي أيضا في إطار الاهتمام المكثف من جانب مصر بالقضية الفلسطينية، وخصوصا في الآونة الأخيرة ونتيجة للهجمة الشرسة التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل في غزة، وتصاعد أعمال العنف وزيادة جرائم الإسرائيلية وتزايد أعداد الشهداء والجرحى من الجانب الفلسطيني وبصورة غير مسبوقة. نعم. يعني تفضل. ربما اللقاء له أهميته أيضا سواء من حيث التوقيت الزمني أو من حيث القضايا المطروحة. صحيح. من حيث التوقيت الزمني، بيأتي بعد لقاء ثنائي بين السيد الرئيس وبين ملك الأردن منذ فترة قريبة، ثم كان هناك أيضا في الساعات الماضية لقاء ثنائي بين السيد الرئيس وبين الرئيس الفلسطيني. صحيح. يأتي أيضا في ظل جولة أو في توقيت لجولة بيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، وبيزور فيها عديد من دول المنطقة ومنها إسرائيل ومنها مصر ومنها بعض الدول العربية. ده من حيث التوقيت وأهميته. أيضا هناك أهمية لهذا اللقاء من حيث القضايا التي تبحث. يعني متصور أن يتم الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار في غزة فورا ومساعدة كافة الأطراف الفاعلة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا قضية أخرى مثل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبطريقة مستمرة وبطريقة كافية لتخفيف المعاناة على الأشقاء الفلسطينيين، وخصوصا يعني أن في هذه الفترة أيضا الأمور ربما الظروف الجوية وكده قاسية، وهناك أعداد كبيرة من اللي تم تدمير مساكنهم أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي يكون للمساعدات الإنسانية أهمية كبرى. صحيح. بالتأكيد هيكون في اهتمام شديد بالتأكيد على فكرة رفض تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان آخر. نعم. دكتور إكرام، يعني في بداية الأزمة بالطبع كلنا شفنا وتابعنا الموقف الغربي والموقف الأمريكي تجاه ما تقوم به إسرائيل، وكانت هناك نبرة الدفاع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن مع مرور الوقت يعني العمليات الإجرامية الوحشية المعروفة للعلن على مسمع ومرأة من الجميع، لم يعد هناك هذه النبرة واختفت تماما، بل والعكس من خلال توضيح مصر للصورة بالفعل على أرض الواقع تغيرت هذه النبرة تماما، وتم الحديث الآن عن ضرورة وقف إطلاق النار. في ظل هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي واللي تغيرت مسارها أو خط سيرها، اللي كان من المعتاد أن يستمع وزير الخارجية للأطراف العربية والأطراف المعنية ثم التوجه إلى إسرائيل لنقل هذه الصورة، الآن الموقف العكسي، ما هو المتوقع في هذه المرة بعد تغير الرؤى وتغير الأفكار وتغير التوجهات وتغير النبرة أيضا، أن يتم من خلال هذه الزيارة ونحن نتحدث عن 96 يوم عن بدء هذا العدوان؟
فعلا يعني هذا العدوان دخل في الشهر الرابع، إنما أنا عاوز أقول أيضا إن ربما في تغير حدث في المواقف الدولية عما كان عليه الحال منذ البداية. يعني إسرائيل حاولت في بدايات هذا الغزو بغزة، حاولت لي الحقائق أو إيجاد صورة غير صحيحة تصدرها للدول المختلفة وللرأي العام، إنما يبدو النتيجة لجهود المصرية والجهود الدبلوماسية ودبلوماسية القمة والتواصل مع عديد من القادة والزعماء في العالم، يبدو أن الصورة بدأت تتضح على حقيقتها. وبالتالي بنجد أن حتى الأطراف المؤيدة لإسرائيل في دول طبعا بالتأكيد مؤيدة لإسرائيل، إلا أن التأييد لم يعد بنفس الدرجة من القوة، ولم يعد التأييد مطلق كما كان عليه الحال من قبل. وجدنا أن عديد من الدول التي كانت تؤيد إسرائيل أيضا بتؤكد على فكرة رفض تهجير الفلسطينيين. أصبح هناك أيضا من ينادي بإيقاف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدنا مؤخرا أن في حتى دعوة أمام محكمة العدل الدولية. إذن خلاصة هذا الكلام كله أن هناك جهود بذلت من جانب مصر، من جانب الأطراف العربية، أدت إلى إحداث تغيرات في الصورة، وأدت إلى إحداث ما يمكن أن نسميه نوع من الحلحلة في المواقف الدولية. وبنأمل أن تستمر هذه الجهود وأن يحدث الضغط على إسرائيل للتوصل إلى حل لهذه المشكلة اللي طال أمدها للقضية الفلسطينية بقى لها 75 سنة حتى الآن دون حل، وأن الحل يتمثل في إطلاق عملية سلام جادة وشاملة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومتمثلة في إقامة دولة فلسطينية وفقا لحل الدولتين. نعم. وده اللي بيحل هذه الأزمة اللي بتطرح أثارها السلبية ليس فقط على الأطراف المباشرين لها، وإنما أيضا على المنطقة اللي احنا عايشين فيها، وربما أيضا على العالم طبعا. طيب ما هي النقطة التي إذا وصل إليها الجانب الإسرائيلي وحققها يمكن القول عندها أنها ربما تراجع نفسها في عملية وقف إطلاق النار اللي ربما يعني حتى اللحظة لم نجد لها أي يعني لم تستطيع أي جهة الضغط عليها للوقوف عندما تقوم به حتى الآن؟ هو شوفي حضرتك، يعني إطلاق النار أو الحرب ليس مطلوبا في ذاته، وإنما مطلوب لتحقيق أهداف معينة. طب إحنا دلوقتي بدأنا في الشهر الرابع من الغزو الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي، ومع ذلك لم تتحقق الأهداف الإسرائيلية. أي هدف لم يتحقق، لا تم الإفراج عن الأسرى من خلال استخدام القوة، وإنما ما أفرج عنهم كان خلال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. لم يتم القضاء على حماس أو قدراتها العسكرية، لم يتم تهجير الفلسطينيين إلى أي منطقة أخرى نتيجة لتمسكهم بأراضيهم، وفي هذا بتتوافق أيضا وجهة النظر المصرية العربية مع الإخوة الفلسطينيين. إذن كل هذه الأهداف لم تتحقق، وبالتالي بل على العكس أنا عاوز أقول أن إسرائيل بتتحمل تكلفة كبيرة، سواء كانت تكلفة اقتصادية، تكلفة مالية استمرار الحرب، تكلفة بشرية، وتكلفة في المعدات والخسائر في القتلى والجرحى. إذن ربما كل هذه العوامل إذا ما أضيف إليها ضغوط دولية وخصوصا من الولايات المتحدة يمكن أن تحدث تغير في هذا الموقف الإسرائيلي. وده ياخدنا لسؤال آخر، يعني احنا عارفين ان الدعم الامريكي لإسرائيل على مدار التاريخ يعني الدعم مفتوح دائما، الضوء الاخضر هو يعني موجود دائما لإسرائيل في كل تحركاتها. ويبقى السؤال متى يعني تتخذ الولايات المتحدة الامريكية قرارا برفع يدها عن ما تقوم به إسرائيل؟ يعني اني مرحلة ممكن تخشى الولايات المتحدة عن هيبتها، على هيبتها، على موقفها، على أيديها أمام العالم من الجرائم التي تقوم بها إسرائيل؟ يعني خلينا نقول أن موقف الولايات المتحدة من تأييد إسرائيل في استمرارية، إنما الفارق الذي يمكن أن يحدث قد يكون فارق في الدرجة أو فارق بمعنى ضغط على إسرائيل من أجل إيقاف هذه الحرب اللي هي أصبحت أشبه بحرب عبثية، يعني لم يتحقق فيها أي أهداف رغم دخولنا في الشهر الرابع. أنا عاوز أقول أيضا أن من الجانب الأمريكي قد تكون هناك اعتبارات تؤثر في الداخل الأمريكي. إحنا الآن في سنة 2024 انتخابات رئاسية الأمريكية تمام كده، وبالتالي
استمرارية الحرب وما تتسم به من جرائم من جانب إسرائيل، وربما مش عارفين القرار اللي هتتخذه محكمة العدل الدولية، كل ده بيدين إسرائيل ويدين أيضا من يؤيد إسرائيل. هل ده معناه إن 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 يعني الإدارة الأمريكية أو إدارة جو بايدن تحديدا ربما تعلي مصلحتها على مصلحة التوجه الأمريكي العام في الدعم الكامل لإسرائيل؟ ربما تصبح أكثر رغبة في ممارسة ضغوط على إسرائيل حتى لا تتحمل الإدارة الأمريكية الحالية، وإحنا مقبلين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا تتحمل تبعات ما تقوم به إسرائيل، وده بيمثل أنها تقوم بنوع من الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف إطلاق النار وإيقاف الجرائم الإسرائيلية. إضافة أيضا عاوز أقول أن في عوامل مؤثرة في الداخل الإسرائيلي نفسه، في نوع من الاستياء ونوع من المعارضة للحكومة الإسرائيلية الحالية من الرأي العام، في صراعات داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية بين وزراء مؤثرين ورئيس الوزراء، في أيضا دعوة إلى إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة. فكل دي عوامل سواء في الداخل الأمريكي أو في الداخل الإسرائيلي أو من خلال الرأي العام تدعو إلى ضرورة إعادة التفكير في هذا الموقف وأن يكون له مخرج جلد. طب وهل في الداخل الأمريكي القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل كارت من الكروت التي ستؤثر على الرأي العام الأمريكي الداخلي فيكون محور من محاور اختيار أو عدم اختيار رئيس الجمهورية أو رئيس الولايات المتحدة القادم؟ يعني ما نستطيع أن نؤكده أنها سيكون لها تأثير، هل سيستمر الدعم بصورة مطلقة أم لا، وخصوصا يعني أنا عاوز أقول أن في بعض الإجراءات التي قام بها الرئيس الأمريكي حتى دون المرور على الكونغرس في شكل إدخال بعض المساعدات لإسرائيل، مساعدات عسكرية إلى آخره، دون يعني أخذ موافقة الكونغرس. طبعا الرئيس الأمريكي له هذا الحق بموجب الدستور في بعض الأحيان في حالات الطوارئ، إنما يبقى السؤال هل هذه حالة طوارئ بالنسبة للولايات المتحدة بالنسبة للشعب الأمريكي أم لا؟ يعني أنا عاوز أقول هنا إن كل دي عوامل يمكن أن تؤثر على توجهات الناخب الأمريكي وعلى توجهات الرأي العام الأمريكي، وخصوصا في ظل استطلاعات الرأي اللي أجريت مؤخرا واللي سبق فيها حدوث مثل هذه التحولات. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. لا تدخر مصر سعيا على مختلف الأصعدة في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار تأتي لقاءات القادة في مصر والأردن وفلسطين لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. المزيد في سياق التقرير التالي. تتواصل التحركات المصرية في الأطر الثنائية والإقليمية والدولية لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة ودخول المساعدات للفلسطينيين الذين يتجرعون مرارات القتل والتهجير كل يوم على يد المحتل. وفي هذا الإطار تنعقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتبادل الرؤى وتنسيق المواقف نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية. كما تأتي القمة الثلاثية ترجمة لما سبق الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول استمرار التشاور والتنسيق المكثف على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال استئناف المفاوضات والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها. قمة تأتي في لحظة استثنائية تعيشها القضية الفلسطينية التي تقف في مفترق طرق
الأمر الذي تتطلب معه من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على التسوية العادلة والشاملة، والتي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال. للمزيد ينضم إلينا هاتفياً الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. أهلاً بك معنا يا دكتور إلى هذه التغطية. كل مشاهدينك الكرام، اهلا بك. يعني طبعا الهدف من كل هذه القمم واللقاءات هو هدف اساسي او عده اهداف في حقيقه الامر، يمكن اولها المساعده او السماح بدخول مساعدات انسانيه اكثر الى القطاع، وطبعا وقف فوري لاطلاق النار، والهدف الاسمى والاكبر هو الاعتراف بحل الدولتين، وده هو الهدف ربما من كل هذه اللقاءات او حل نهائي لهذه القضيه. يبقى السؤال، يعني إسرائيل كما نعلم أنها تعول بشكل كبير جدا على الانشقاق الداخلي الفلسطيني للاستمرار فيما تقوم به، لماذا لم تقم؟ وطبعا الداخل الفلسطيني سواء فتح أو حماس يعلموا تماما أو تمام العلم أن هذه هي الزريعة الإسرائيلية لاستمرارها في الحرب، لماذا لم يتم توحيد الصف الفلسطيني وتفويت الفرصة على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة؟ تحياتي لك. طبعا في البداية، في الواقع أن هذه القمة الثلاثية هي ضمن آلية التعاون التنسيق الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني، وقد عقدت من قبل عدة قمم كثيرة مرات في حتى بعد 7 أكتوبر، وتأتي في السياق طبعا توحيد الجهود بالورط المواقف تنسيق المواقف العربية في إطار مواجهة هذا التحدي غير المسبوق للقضية الفلسطينية. وكما قال الرئيس السيسي، القضية الفلسطينية تمر مفترق طرق في ظل عدوان إسرائيلي شامل، في ظل مخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة وإفراغهم من سكانها، وبالتالي إنهاء ما يسمى المسألة الفلسطينية. ولذلك هذا القمة هي جزء من التحرك المصري في المسألة المصرية، التي أدركت منذ البداية هذا المخطط الخبيث، وصارت مصر بالطبع على المسارات الثلاثة: المسار الإنساني وتخفيف المعاناة للفلسطينيين خلال المساعدات، المسار السياسي وهو رفض التهجير القسري، وفي ذات الوقت العمل على إحياء حل الدولتين باعتبار المخرج، ثم المسار الأمني المتمثل في وقف دائم لإطلاق النار، وأيضا عدم توسيع الصراع إقليميا. وبالتالي جزء من الجهود المصرية هو العمل على تعزيز البيت الفلسطيني، تحقيق المصالحة الفلسطينية، بلورة المواقف الفلسطينية الموحدة، لأن كما نعرف وكما أشرت إسرائيل اتخذت في السابق الانقسام الفلسطيني كزريعة للتذرع أمام العالم بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للثلاثة. ولذلك جزء من الدبلوماسيه المصريه، جزء من الدور المصري هو تهيئه الارضيه الفلسطينيه. استضافت مصر، يمكن مصر بالضبط، يعني مصر استضافت على مدار الفتره السابقه حتى قبل اندلاع هذه الازمه الحاليه، كنا نجد لقاءات كبيره لمحاوله توحيد الصف، ولكن ان كان قبل هذه الازمه هناك يعني نوع من التشاور حول هذه النقاط او نقاط الخلاف، ولكن اصبح الامر الان حتميا لانقاذ الشعب الفلسطيني. بالفعل، يعني ذكرت مصر منذ سنوات وهي دائما استضافت لقاءات ترتيب البيت الفلسطيني، توحيد الرؤى الفلسطينيه بشان المستقبل السياسي وبشان كيفيه التعامل مع هذا العدوان الاسرائيلي. فانا في اعتقادي اذا كان الانقسام في السابق يعني كانت له ظروف عاديه، اما الان نحن ظروف استثنائيه، وهذه الظروف الاستثنائيه تتطلب حلولا واجراءات استثنائيه، بمعنى ان لم يعد هناك طرفا لاستمرار الانقسام الفلسطيني، لان التهديدات تطال كل الفصائل الفلسطينيه. راينا العدوان في غزه، نرى العدوان في الضفه الغربيه، في جنين، في نابلس، في غيرها، هناك استهداف اسرائيلي لتصفيه القضيه الفلسطينيه، وبالتالي استمرار الانقسام الفلسطيني او غياب رؤيه موحده بشان المستقبل السياسي لاداره قطاع غزه وضمن رؤيه سياسيه شامله، هذا بالطبع سيضعف ومن الموقف العربي موقف الفلسطيني، ويعطي الذريعه لاسرائيل للتذرع امام العالم الاوروبيين باستغلال وتوظيف هذا الانقسام. وبالتالي هناك الان حتميه لتوحيد هذه المواقف، هناك حتميه لتعزيز وتنحيه الخلافات والانقسامات الجانبيه واعلاء المصلحه الفلسطينيه التي تستهدف اولا وقف هذا العدوان، الامر الثاني تخفيف المعاناه عن سكان قطاع غزه، لان كل يوم هو يمر له تكلفه بشريه، اليوم من دم والوقت من دم. ثم الهدف الثالث وهو ان يكون هناك المسار السياسي رؤيه فلسطينيه تتعامل في ظل طرح اسرائيل ودول اخرى في اوروبا والاتحاد الاوروبي وامريكا تصورات
سياسية لمستقبل قطاع غزة وتطورات أمنية لا تتوافق بالضرورة ولا تتوافق مع المصلحة الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية. إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة أو إدارة أمنية أو تعيين حكومة تكون موالية لها، كل هذا حقيقة يمثل تهديدا خطيرا. وبالتالي هنا الدور المصري في دفع الفلسطينيين نحو التوحد، نحو بلورة الرؤى المواقف بشأن المستقبل السياسي، حتى لا يكون هناك فراغ تملأه الرؤى الأخرى الإسرائيلية وغير العربية وغير الفلسطينية والتي تمثل خطورة حقيقية على الجانب الفلسطيني والجانب العربي. وبالتالي هذه القمة الثلاثية تمثل أهمية كبيرة بتأكد حرص مصر على التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الفلسطينية، مع السلطة الفلسطينية، مع الفصائل، للعمل على المسارات الثلاثة، على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على وقف ينتهي بوقف دائم لإطلاق النار، العمل على إسهال المزيد من المساعدات الإنسانية وتخفيف الأذى طبعا سكان قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، ثم التحرك السياسي في ظل الآن الحديث عما يسمى اليوم التالي وغيرها. وهذا يتطلب حقيقة من الأطراف الفلسطينية المختلفة أن يكون هناك ارتقاء لمستوى المسؤولية، لمستوى التحدي. نحن أماما لم يعد هناك طرفا باستمرار أي انقسامات أو خلافات أو غيرها، لأن هذا سيضر بالجميع، والجميع الآن في مركب واحدة، وهذا ما يمثل ويدفع بضرورة وحتمية أن يكون هناك الآن العمل بيد واحدة، رؤية موحدة من حيث الخلافات، لأن هذا سيمثل عاملا مهما في تعزيز الدور العربي والتحركات العربية فيما يتعلق بالعمل على أن يكون هناك حل الدولتين، خاصة أن الآن أن الدور المصري نجح في إعادة تموضع القضية الفلسطينية. كانت توارت قبل في الانقسامات والعدوان الإسرائيلي، الآن بعد 7 أكتوبر نجحت مصر والمنظمة المصرية في تأكيد العالم أن ما حدث هو عرض لمرض، وهذا المرض هو الاحتلال، وأن الحل لإنهاء هذا الصراع من جذوره هو حل سياسي خلال السلام العادل والدائم. دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وتضم الضفة وغزة، وبالتالي رفض أي مخططات إسرائيلية لفصل غزة أو انتهاء المسألة الفلسطينية. وبالتالي الخطاب الغربي الآن والعالم كله يتكلم عن حل الدولتين عن مسار سياسي، ومن أجل استثمار وتوظيف هذه اللحظات التاريخية وهذا الزخم العالمي لابد أن يكون هناك دورا وموقفا فلسطينيا من خلال الوحدة وتنحية الخلافات، من أجل الدفع به أن يكون ثمن ال 30 ألف فلسطيني الشهداء من أطفال النساء، أن يكون ثمنه هو عودة حقوق المشروع للشعب الفلسطيني ودولة فلسطينية باعتبار أنها تمثل الغاية الذي يمكن الشعب الفلسطيني من استعادة كل حقوق المشروع. وهذا حقيقة ما تتحرك به مصر، سواء في تحركاتها مع الجانب العربي مع الجانب الفلسطيني أو تحركاتها الدولية أو كل من يأتي إلى القاهرة لزيارة باعتبارها مركز القرار ومركز التحرك، كل هذا في إطار الجهود الحثيثة التي جعلت مصر حقيقة وبكل وضوح نقول أنها صمام الأمان للقضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، خاصة أن القضية تمر بظروف ومفترق طرق قد يجعلها في مهاب الريح. نعم دكتور أحمد، يعني خلينا نتفق أن عندما شرعت إسرائيل في عملياتها العسكرية كان هناك بالطبع نوايا بعملية التهجير القسري ويعني وإخلاء غزة تماما من أهلها وتهجير أهلها خارج الأراضي، وأيضا كان هناك شبه دعم لهذا الموقف حتى وإن كان لم يكن معلن من قبل المجتمع الدولي أو الأسرة الدولية، ولكن موقف مصر الحاسم منذ اللحظة الأولى وثبات موقفها في تجاه هذه القضية ورفضها التام للتهجير القسري غير هذه المعادلة تماما. ولكن كانت إسرائيل بالفعل قد شرعت في عملياتها العسكرية في إجلاء أو تدمير البنى التحتية في غزة وفرض أو إجبار المواطنين على التوجه إلى الجنوب. يبقى السؤال، هل هناك خطط بديلة لإسرائيل في التعامل مع الموقف أمام الصمد أو الصمود المصري في موقفها في وقف أي تهجير قسري للفلسطينيين؟ بالفعل ميرفت، هذه نقطة مهمة، لأن منذ اليوم الأول أدركت مصر والرئيس السيسي أدرك أن هناك مخطط خبيث يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر استراتيجية الجحيم وتحويل غزة إلى مكان يصعب العيش فيه من خلال ودفع الفلسطينية دفعا نحو التهجير القسري إلى خارج القطاع، وبالتالي إنهاء ما يسمى مسألة غزة وإنهاء المسألة الفلسطينية، حيث تبقى فقط القضية في ضفة معزولة كانتونات تلتهمها المستوطنات. وبالتالي نتذكر مؤتمر الصحفي للرئيس السيسي بعد اندلاع الاحداث بايام مع المستشار الالماني اولاف شولز، وعندما قال الرئيس السيسي ان هذا يتجاوز حق الدفاع عن النفس لاساس العقاب الجماعي، وبالتالي اسرائيل رفعت شعارات في ظاهرها الدفاع عن النفس، تحرير الاسرى، القضاء على الفصائل الفلسطينيه، لكن في بطنها الحقيقي مخطط خبيث بالتهجير القسري كما راينا في التدمير الشامل وهدم البيوت على ساكنيها ومنع والحصار التام ومنع الغذاء والكهرباء والدواء وتحويل غزه الى جحيم. لكن مصر حقيقه تصدت وتحركت على اكثر من مستوى، المستوى الاول تخفيف المعاناه وادخال المساعدات للفلسطينيين، الامر الثاني وضعت خطوط حمراء
قاطعة لرفض هذا المخطط التهجير القسري والتحرك أيضا بالتوازي. حشدت الجهود طبعا العربية والدولية في رفض هذا المخطط ليس فقط لأنه جريمة حرب ضد الإنسانية وتستوجب محاكمة ومحاسبة مرتكبيها، ولكنها أيضا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. ولذلك استطاعت مصر أن تشكل حائط صب. هنا بدأت تطور من بدائلها، لم يعني تتكلم عما يسمى التهجير الطوعي. هناك خرجت أصوات من الكنيسة ومن الحكومة العناصر المتطرفة تكلم عن التهجير الطوعي للفلسطينيين دافعين من الدول الأخرى في العالم، من تستقبل الدول الأخرى في محاولة للاستمرار في تنفيذ هذا المخطط بعد أن وجدت أن مصر موقفا صلبا بدعم عربي خاصة السعودية ودول الخليج وخرجت قمة العربية الإسلامية وقبلها قمة القرى للسلام. كل هذا استطاعت مصر أن تقول أن القضية الأساسية هي أن هناك احتلال، وأن لكي تعيش إسرائيل في سلام ويتشعر بالأمن والأمان لابد أن يكون من نهاية هذا الاحتلال. السلام العادل الشامل هو الذي يوفر الأمن للجميع، والسياج الحقيقي لتوفير الأمن المواطن الإسرائيلي، ويجعل المنطقة بيئة تعاونية بدلا من بيئة صراعية، ويدفع نحو الازدهار والتعايش. وبالتالي استطاعت مصر أن تعيد القضية إلى الطريق الصحيح. إسرائيل حاولت أن تخطف القضية إلى أنها تواجه إرهاب تهديد، وبالتالي نعم يعني إحنا تغير لسان العالم والأسرة الدولية، تغير لسانها بشكل تام بعد الثبات والموقف المصري الثابت والمعلن منذ اللحظة الأولى في التعامل مع القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة وفكرة التهجير القسري. وشفنا يمكن هذا التحول الكبير في المجتمع والموقف الدولي، والكل أجمع على ضرورة حل الدولتين بالشكل والرؤية اللي طبعا مصر طرحتها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لحضراتكم أيضا مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي، أنا ميرفت المليجي، وإلى اللقاء.